أهلا بحضراتكم من جديد. ما زلنا في إطار المتابعة للقضاء وزارة الداخلية على خلية إرهابية بالأمس في الأميرية والعثور بحوزتهم على مجموعة من الأسلحة. ينضم إلينا عبر الهاتف لمزيد من النقاش الأستاذ محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير الأهرام. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا بحضرتك معنا في هذه التغطية. أستاذ محمد، تحت أي عنوان صحفي تضع هذا الأمر وما تبعناه حتى في بعض اللقطات بالصوت والصورة على الهواء مباشرة من إحباط وزارة الداخلية لمخططات هذه الخلية الإرهابية؟ أهلا بحضرتك مشاهدي إكس إف نيوز. في عناوين بسيطة: الأمن والأمان، التضحية، الفداء، دماء القوات المسلحة والشرطة، والحكمة السياسية والحنكة لرئيس الدولة. كل هذا يجعل من مصر مركز الأمان والأمن والأمان، ويدفع لمزيد من التضحيات ومزيد من الإطمئنان لما تحقق من إنجازات اقتصادية وما تحقق من دحر للإرهاب، ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى المنطقة والعالم، بشهادة رؤساء الدول وبشهادة كافة المنظمات الدولية. طيب إذا ما أخذنا يعني تحديدا نقطة أو العنوان المتعلق بالأمن والأمان، تتواكب هذه العملية، تزامنت مع يعني جهود أخرى وانشغال بموضوع فيروس كورونا وحماية المواطنين منه، مع كل ما نتابعه طبعا من تفاصيل يومية في هذا الشأن، التزامن والتوقيت أستاذ محمد بنجاح وزارة الداخلية في إحباط مخطط إرهابي كان سوف يستهدف يعني مجموعة من المصريين في عيدهم، بأي رسائل توجه؟ بالطبع. نعم. اليقظة، الاستعداد، التضحية، وفداء الوطن والشعب المصري بأكمله هو عنوان هذه الملحمة التي سطرها أبطال الشرطة بالأمس ورجال قطاع الأمن الوطني. الحقيقة أن تتبع هذه الخلية الإرهابية وكان يحدث منذ فترة، وتم رصدهم بدقة وأماكن اختبائهم وأخذ كافة الموافقات والاستعدادات، وتم إنذار كافة الجيران في المنطقة بالابتعاد عن النوافذ وبدء العملية التي استشهد فيها واحد من خيرة رجال قطاع الأمن الوطني والشرطة المصرية. لبى نداء ربه وفدى بروحه عشرات وآلاف المصريين مما كان يخطط هؤلاء الإرهابيين، مما لا دين لهم ولا وازع لا ديني ولا فكري بالاعتداء على حرمة المصريين في فترة الأعياد، وظنوا أنهم بعيدا عن أعين الأمن وقبضة الأمن وأن الدولة منشغلة بمكافحة فيروس كورونا، ولكن الأمن المصري يقظ، الأمن المصري في أقوى حالاته وجاهز للتعامل مع أي تعاملات ومحاولات إرهابية، ليس فقط الإرهاب عبر الأرض كما حدث بالأمس، ولكن أيضا الإرهاب الإلكتروني الذي تتعرض له مصر من الداخل ومن الخارج، ومحاولات الشائعات العالمية. اليوم الأمين العام للأمم المتحدة حذر من جائحة أكثر خطورة، وهي جائحة الشائعات ومحاولة استغلالها من البعض لتوتير العالم وخلق حالة من التوتر والإرهاب الفكري والذهني وتهديد العالم بأكمله. ما حدث بالأمس من الملحمة البطولية التي سطرها رجال الشرطة المصرية يضاف إلى ما سبقه من تضحيات كثيرة منذ سنوات طويلة ومكافحة الإرهاب ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة والعالم، وأيضا يضم إلى البطولات التي يسترها يوميا أيضا القوات المسلحة ورجالها في كل مكان. كل مصر تدافع ضد الإرهاب، والسيد الرئيس قال أنه يدافع ومصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم. الاهتمام العالمي برأي مصر فيما يخص قضايا الإرهاب يأتي الآن في المقام الأول. حدث هذا في عدة منتديات ولقاءات دولية، كما حدث في المؤتمر الأخير في برلين، وبعدما تيقن العالم أن هناك بعض الدول التي ترسل المقاتلين إلى جانب لمحاولة تغيير الخريطة الديمغرافية وتهديد الدول المجاورة ونشر
الإرهاب وتمويله، ومصر قامت بدور كبير في مكافحة الإرهاب وعدلت من القوانين، وكانت آخر التعديلات قبل شهران من الآن لقانون مكافحة الإرهاب لتتبع كافة الأصول والتمويل ومحاربة الشرطة المصرية جاهزة والجيش المصري جاهز للدفاع عن مصر، والرئيس يضع نصب أعينه المواطن المصري البسيط، وكل رجال الشرطة وكل رجال القوات المسلحة وكل من ينتمي لتراب هذا الوطن يدافع ضد الإرهاب ويقف صفا واحدا ضد كل ما يحاول أن يفعله الإرهابيون والفكر المتطرف في مصر وغيرها. أستاذ محمد، بعد هذه العملية يعني ما زلنا نستطيع أن نقول أنه خطر الجماعات الإرهابية والعمليات التي يمكن أن تقوم بها في داخل الدول ما زال كبيرا؟ بالطبع ما زال كبيرا، والتحذيرات ليس فقط على المستوى العسكري ولكن أيضا على المستوى المدني. الحروب الآن تغيرت بشكل كبير جدا، الجيوش الآن تغيرت وهناك قطاعات وأجهزة خاصة في الاستخبارات في دول معادية ودول مجاورة ودول بعيدة، وكل من ينتهج الإرهاب ويتم الدفع له تحول إلى مرتزق على منصات التداول المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي لمحاولة بث روح الفرقة وبث الشائعات وهدم الدول من الداخل وعدم إحساس مواطنين الدول بأهمية ما يقدم لهم. ومصر تتعرض لقدر كبير جدا من هذه العمليات العدائية والهجمات المنظمة، سواء من الذباب الإلكتروني المروج للشائعات أو من الإعلام الملون الخارجي وقنوات الحقيرة في بعض الدويلات الممولة للإرهاب والدويلات التي تحتضن الإرهابيين وتقوم بأعمال معادية هي تدخل في نطاق أعمال الحرب الإلكترونية ضد محاولة طمس النجاحات التي تحققها مصر والنجاحات التي تحققها في مكافحة الإرهاب ودحر الإرهاب والوقوف أمام مخططات الفوضى ومخططات الإرهاب في المنطقة والعالم وفي الدول المجاورة. كل هذا مصر تقوم بالدفاع عنه وحماية الداخل والخارج. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام.